اللي حصل ان هو كان بياخد درس مع زملاته، طبعا كان سايب العجله في ابو الجداير عند سته، وراح جاب العجله وهو جاي بيشرب من كردير، وقف بيشرب لقى اللي جاي عليه الكلب جاي عليه، فجرم عليه العجله ومدار الجري جرى وراه. بس اللي قال لي طب كيف نغم عليه، الناس جايه لبقى والناس سكن الباب ونايمين وما علقش اللي يحش عنه، على ما جت الناس كانت هلبشته الكلب كيف منهم لله اصحابه. طلعت مشي لقيت ابوه جاي، ابوه جاي من اللي هو عمل لها كده يا ابو احمد، قلد الكلب بعد، وكشفنا على خصوصه وكل حاجه والجرح اتقفلت، ما كانش فيها اي حاجه باين، تطلع وتنزل السخونيه، تطلع وتنزل زمايل، ما لقناش فيها حيله. بقى جينا رحنا الحميه يوم، وتاني يوم ايه برضه لقيناها نفس النظام بدري، قال لنا الصبح انا وانا بلبس يوم ما انسى انا هموت، وقال له هناك برضه انا بدي ابوه، قال لي انا هموت يا مام، يومين بليل اللي رقتهم ما فيش غير على العود، بك على العود وخلها من الله، العود على الله، منه لله صاحبي وحزب الله ونعم الوكيل، والريف ده نظم ومرين في دنيا كده، نار متبقى قايدة زي ما نارنا قايدة كده هو يا رب. المشكلة ان انا يعني كان عدد واحد عند الساجة هنا من شوية، وبعدين جي علينا على المروة الكلب عدد واحد عند الساجة هنا، وجن على الارض بتاعتنا، نار في الارض بتاعتنا، في واحد كان بيجي على ارضه فجزع من فوقه جزع جامده، ما جزع من فوقه وجد بيوطى شويه، ربنا كرمه كان عنده السكر وبتاع وما جرحوش يعني، قلنا طيب ماشي، انا ما شفتش جد في الظروف دي خلاص مات، واقف على المروه فالكلب عدى مني من هنا، عدى مني مسافه جامده والضير من ورا وجاي من ورا وهبشني من ورا. فوجئنا باهلي اهل البلد بتجري من طريق المحطه، الراجل طبعا كلبه مسعوره سمراء طلعت عليه فجرت معدته، تقرير الطب طالع ان هو عنده الكليه اليمين تقريبا او حاجه زي كده، الكليه اليمين كانت ظاهره عنده من كتر ايه عمق الجرح في بطنه. فين الكلاب؟ الغفر قال لك عند الطرق، قال لك عند الطرق، روحنا عند الطرق، مسافه ما نزلنا عند الطرق الناس هجموا علينا، واحد اسمه زكريا وواحد اسمه الشناوي وعياله، عشان ما نموتوش الكلاب اللي عند الطرق، ليهم كلاب فيهم ماشي، ضربه بالخرزاء وحجزونا بالليل وطحنونا، كان معايا زميل لي راجد في البيت متخبي. احنا عايزين قانون يجرم تربيه الكلاب الضل، علشان خاطر لما اروح اعدمهم ما انا ما انضربش وانا بشتغل بدون مقابل. كم واحد متوفى عندنا وكلاب بتعضي الناس على سكت وهي ماشيه، تطلع فيه كلاب موجوده عندنا هنا في العزبه، كم واحد ومش لاقين حد يموتهم، حتى ما كانش كان في حملات بتنزل زمان، دلوقتي ما فيش حملات. بخاف اي دكان الكلاب، يقولوا في كلب مسعور، بخاف انا دكان الكلاب، وبخاف اروح المدرسه